فعمال ادور على نفسي لان طموح من صغري. بدأ يشدني موضوع الغنى، فكنت مرة قاعد في الفصل فلقيت المدرس دخل قفل شباك الفصل، ولقيت شعاع نور من الشمس داخل عليا أنا بس. فبدأت أبص لشعاع النور كده أقول يا رب، يعني هو في رسالة وصلاني بس يا ترى هي صح ولا لأ؟ أنا حاسس إن الشعاع ده مقصود بيه حاجة. لقيت مدرس فجأة، تامر تعالى اقعد هنا غير مكان. قلت الله الله، هو سامعني ولا ايه؟ الراجل رخم ده نقلني من الحتة اللي كان فيها الشعاع. فراح هو فتح الشباك تاني بنسبة، الشعاع قام جاي لي تاني.